اهلا وسهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجا في جولة السودان اليوم. في هذه الجولة المقدم شرطة معاش عبد الله سليمان الذي اطلق سراحه مؤخرا يتهم مبارك اردول بانه كان السبب وراء اعتقاله. ومحامو الطوارئ يسجلون زيارة للمعتقلين سيف الاسلام واحمد جادو. ولدينا متابعات اعتصام محطة سراج والروسي وما حدث في اعتصام الأسهري. فأهلا ومرحبا بكم. نستهلك العادة باستعراض سريع لعناوين الأخبار وزميل الصادق زكريا. إصابة مزارع في الرأس برصاص الميليشيات القبلية في منطقة مشروع عبيدة لبعد 28 كيلومتر من نيالة بولاية جنوب دارفور. 13 من المهاجرين السودانيين يلقون مصرعهم متأثرين بجراحهم أثر احتراق السيارة التي تقلهم في الصحراء الليبية. عبد الواحد نور يقول الحوار المطلوب يكون بالاستماع لمطلوبات الثورة السودانية والتي تعني إسقاط الانقلاب وحل جميع الميليشيات بما فيها الدعم السريع وجمع السلاح وجعله حكرا على الدولة. لجنة أطباء السودان المركزية تحصر 14 إصابة لمتظاهرين في موكب بري يوم أمس الاثنين بعضها في العين. المقدم شرطة معاش عبد الله سليمان عضو لجنة إزالة التمكين الذي أفرجت عنه السلطات حديثا يتهم مبارك أردول مدير الشركة السودانية للموارد المعدنية بالتسبب في اعتقاله. جرح شخصين مساء أمس بالسلاح الأبيض والأعيرة النارية بمعسكر السلام أبوجا للنازحين بولاية شمال دارفور. النازحون بمعسكر الزالنجي بولاية وسط دارفور وقريضة بولاية جنوب دارفور يطالبون بزيادة الدعم من قبل برنامج الغذاء العالمي وإعادة الدعم للذين سحب منهم سابقا. سيول كبيرة بسبب هطول الأمطار الغزيرة التي تجتاح عددا من القرى بولاية كسرة وتأثر عدد من المنازل والسكان والقرى بمختلف المحليات. مزارع بالقضارف يطلق مبادرة وسط المزارعين ترمي لقيام شركة زراعية لكل مجموعة من المزارعين لتعمل في مجال توفير المدخلات الزراعية من الآليات والإزبيرات والوقود والتقاوي المحسنة. المهندس أبو بكر عبد الله محمد الوزير المكلف لوزارة البنى التحتية بولاية الجزيرة يوجه بتوفير الاحتياجات الضرورية الخاصة بأعمال طوارئ الخريف. شكرا زميلي الصادق مصطفى زكريا. انتشرت الأخبار الأسبوع الماضي بسوء الحالة الصحية للمعتقل سيف الإسلام، وانتشرت أيضا دعوات التضامن معه عبر السوشيال ميديا. بالأمس تمكن وفد من محامو الطوارئ من زيارة المعتقلين سيف الإسلام وأحمد جادو. الزميلة صادق زكريا تحدث للمحامية ريحان مبارك التي شاركت في وفد الزيارة. هي العميقة عليكم في راديو دبنجا. ونحن اليوم مشينا وزرنا المعتقلين اللي هم سيف الإسلام وأحمد جادو والقاصر عبد المنعم موجود في دار الفتيان في صوبة. مشينا عشان يعني نعيد عليهم ونجبر بخاطرهم ونطمئن على أوضاعهم الصحية. مجموعة معاي من محامي الطوارئ و قمنا بزيارتهم والحمد لله استقبلونا بخير استقبال في سجن أمدرمان وقصرنا كلنا مع بعض وذوقناهم لحمة العيد وطمأناهم بهم ووفرهم واطمأننا عموما برضو على وضع سيف بطريقة خاصة وأسرة أحمد جادو برضو بطريقة خاصة. والحمد لله يعني الأمور مشت طيبة على أساس أنه نواصل الإجراءات بعد عيد مباشرة في الجلسة القادمة لحد ما نخلص من البلاغ عن هم نافذين اليوم. في شيء زيدية يعني من مبادرة كمان كريمة من الزملاء الموجودين في هيئة الدفاع مع مضعم الشريف حيكون في الأيامات الجاية دي الناس تمشي تعيد عليه وتطمئن على وضعه وترفع من الروح المعنوية وتبين له إن هو هي معاه وموجودة وإن شاء الله زي ما بقوله يعني الأمر حيمشي على قدم وساق. المعتقل سيف الإسلام وضعه الصحي شغل الرأي العام والناس كانوا خايفين عليه شديد، كده أدينا تفاصيل أكتر حول وضعه الصحي وهو عايش كيف هسه يعني.
حقيقي نحن يعني الكلام اللي تلقيناه من الأطباء قالوا هو وضع النفسي سيء محتاج لدعم حقيقي ونفسي، يعني الشوك الحاصل له ودي غالبا يكون شوك نفسي. هذا الكلام اللي نحن سمعناه من الدكاترة السابعة معه. فنحن الليلة الزيارة دي كانت عشان ما تدعمه وترفع من روح المعنوية عشان ما نبين له إنه هو ما وراءه في المصاب اللي هو فوقه. عشان كده اصرينا انه نكون موجودين مجموعه مع بعض جو اسري، رغم انه يعني السجن مر لكن حاولنا نعيشه في جو اسري مناسب نبين لهم انه انا حتى في العيد ما ناسبناهم. والحاجه الكويسه شاركوا في الكلام ده هي اسرته، امه وابوه واخوانه وعمه، يعني كان قاعد معانا وموجود معانا وفطر معانا حتى بوجود مدير السجن. كلنا فطرنا في ترابيزه واحده وهم حسوا بان الكلام ده كلام مهم بالنسبه لهم. الامور مشت طيبه، اخذنا فطرتنا وتونسنا وضحكنا وطمناهم على اسرهم وخلينا احمد يتواصل مع اسرته ويطمئن على اولاده. مع العلم انه احمد دي احمد جادو هو عائل لأسرة من 5 أطفال، عنده واحد من أطفاله ده المريض والله للأسف بأنيميا كل يومين في المستشفى، وهو العائل الوحيد لأمه وأبوه. يعني هي كانت زيارة القصد منها الدعم والسبورت أكثر من شكل الأحزان الموجود، لكن حقيقي هي يعني عملت لهم دفعة كويسة ودفعة معنوية وأدت الأمل. يعني لابد من أنه الأحكام الجائرة والظالمة إلى نهايات إن شاء الله. الحصل شنو مبارح في بري وحل في اعتقالات بري منذ 2018 كما تعلم هي يعني جمرة الثورة المتصغرة ما وقفت يوم. هم براهم بنفسهم بيعملوا شغلهم الخاص، فدائما بيكون في إشكالات بينهم الشرطة. يعني نحن في حساباتنا إنه بري دي فيها مواسم يومية واعتصامات يومية، في إصابات بعضوات بمبان، لأنه أنت زي ما عارف إن الشرطة دي بتستهدف الثوار ده مباشرة في أجساد وواوا إلى آخره. بالنسبة للمعتقلين نحن ما في معتقل يعني جات أخبار من إنه هو قبضوه أو دخلوه في الجسم في الأحداث حق البرج الأرضي. راديو دبنجا، راديو دبنجا، راديو. بعد رفع اعتصام الجودة والإعلان عن رفع اعتصام الأزهري وأحياء أم درمان القديمة، يشهد اعتصام محطة السراج ازدهار كبير حسب الذين تحدثنا إليهم. في جولة السودان اليوم تحدثنا لأحد الشباب المتابعين الذين زاروا الاعتصام. طيب، بخصوص الاعتصامات بصورة عامة في ولاية الخرطوم، كانت في مجموعة من الاعتصامات، أول اعتصام كان هو اعتصام الجودة، وبعده كان احتسام أم درمان القديمة واحتسام محطة سراج واحتسام شارع الأربعين. أول احتسام كان يعني تم رفعه احتسام شارع الأربعين يوم الوقفة، تم رفع الاحتسام على أساس أن الناس تعيدوا كده. بعدها يعني تم رفع الاحتسام مستشفى الجودة، ويمكن من شوية برضو تم رفع احتسام بحر المؤسسة، وبعده طوالي كانت في عملية حنبنيه أو كانت في حنبنيه في احتصام المؤسسة اللي هو إزالة للمتاريس من الشارع ونظافة عامة كانت داخل الاحتصام. يعني قبل في أثناء رفع الاحتصام كانت في مجموعة من الشباب اللي كانوا داخل الاحتصام قاموا بعملية نظافة يعني متسعة جدا من أول الشارع لآخر الشارع، والآن بحر المؤسسة يمكن الشارع نظيف تماما والعربات في حالة بتاعت يعني الدخول في الشوارع اللي كانت مقفولة بالاحتصام بعد رفع الاحتصام. أما احتصام الروسي أو احتصام أم درمان جنوب، واحد برضو من الاحتصامات الكبيرة جدا في محطة الروسي، هو ما زال قائم حتى الآن الاحتصام. كانت فيه فعاليات من أول يوم في العيد لحد اليوم، أيضا كانت فيه في فعالية أو حتكون في فعالية المساء برضو. الفعاليات كانت عبارة عن متحدثين من لجان المقاومة ومتحدثين من محامية الطوارئ للحديث حول الراهن السياسي والتمسك بالسلمية والتمسك باللاءات الثلاثة الرافضين الثوار. واليوم برضو في فعالية المساء حتكون بتبتدي الساعة 8. أما عن الاحتصام أم درمان القديمة، واحد من الاحتصامات الكبيرة جدا اللي التزمت، الاحتصام كان ملتزم إلى حد كبير جدا بالسلمية الظافرة، وإلا أنه تم اليوم رفع الاحتصام، لكن في أثناء رفع الاحتصام في هذه الأثناء تم إطلاق الرصاص الحي على المتظاهرين، وفي إصابة أو أكثر من إصابة حتى الآن في أم درمان القديمة اللي هي صينية الزعيم الأسهري إلى والدرو.
راديو دبنجا، راديو دبنجا، راديو دبنجا. اتهم المقدم شرطة معاش عبد الله سليمان عضو لجنة إزالة التمكين الذي أفرجت عنه السلطات حديثا، اتهم مبارك أردول مدير الشركة السودانية للموارد المعدنية بأنه كان السبب في اعتقاله. وكشف سليمان في إرسال حي عبر منصة الفيسبوك أن إيراد عام كامل من سنة 2020 إلى 2021 في حقل ثاوي للتعدين بمنطقة الشريك بولاية نهر النيل لم يتم توريده لبنك السودان أو وزارة المالية. المزيد في هذا الجزء الذي اخترناه لكم من حديث مقدم شرطة معاش عبد الله سليمان. يوم 25 يوم 24 قبل الانقلاب أنا تعرضت لمحاولة بتاعت اختطاف، تعرضت لمحاولة بتاعت اختطاف من أمام اللجنة، لجنة إزالة التمكين، والكلام ده كنت بشارع القندول، واعترضتني عربية وحاول دول نزل وحاول يثبت العربية. المهم طلعت منهم بعد ذاك وعرفت إنه العربية زول نزل قدامي وحاول بتاعت اختطاف، وأنا طلعت منه وتحركت من قصاد اللجنة وصلت جم صيدلية كمبال. والفترة دي كان اعتصام الموز ده الناس موجودين وكان في تفلت واضح والبلد في حالة سيولة أمنية. ومن هناك مشيت على الخرطوم ومن هناك جيت وندرمان، أنا ساكن وندرمان في صالحة. لما جيت داخل على البيت في الشارع الزلط لقيت نفس العربية اللي اعترضت طريقي شارع صالحة، فأنا عرفت إنه في حاجة هتحصل، يعني أما انقلاب هي محاولة بتاعت اختطاف. ودخلت البيت ورقدتها، جو الأولاد من المدرسة داخلين قالوا لي والله في جبال ناس كانوا جنب البيت بيصوروا في العربية، قلت لهم ليه ما صحيتوني؟ قال لي لأن أنت قلت لما تنوم ما نصحيك. فعلا الناس اللي جبوا النهار وصوروا البيت، حتى أنا كلمت ناس البيت إنه نطلع إنه نمشي نأمنه في حتة كده مناسبة. وبعد شوية قالوا لي أن إحنا يوم 16 يعني كنا في موقع تاني وكنا مأمنين، ويوم 21 يوم 21 برضو طلعوا قالوا لي ما حنطلع هنا. وصلت البيت الساعة، نمت في البيت زي الساعة 11 ليلا، الساعة 3 يوم 25، الكلام يوم 25 الساعة 3 صباحا، جاتني قرابة 10 تاتشرات قوات بتاع الدعم سريع جوني في البيت. انا ابيت افتح الباب، طلعت في السطوح الحاسة انا واقف فيه ده، وعينت بالشمال وباليمين، وجيت قدام الباب قريب 7-8 تاتشرات محوطين الشارع، قريب 50-60 عسكري طابعين للدعم السريع باللبس المدني وعربات ما عنده بدون لوحات. الساعة 3:30 صباحا والناس الحلة كانوا نايمين، وقلت لي والحاصل شنو؟ قال لي انا النقيب عثمان تابع للدعم السريع، النقيب عثمان تابع للدعم السريع وعندنا تعليمات نجيبه في الدعم السريع. ركبت معه ومشينا، يعني العربية كانت يعني كانوا محاوطين الحلة، والعربية كانت ماشية بسرعة 160. في اللحظات دي الجيش كان يداوي ينزل جواني، انا قال لي احنا دعم سريع، لكن لما قاموا وصلوا جنب صينة المهندسين وانا ساكن صالحة في محطة الروسي وماشين اللي هي سراج سابقا، ولاقونا ناس بتاع الجيش قاموا قالوا لهم انتوا منو؟ قاموا قالوا احنا استخبارات. العربية ماشية بسرعة 200 تقريبا لحد ما وصلنا شارع المكنمر. الناس كانوا ما بيعرفوا شارع الخرطوم كويس، كانوا مدون توجيهاتهم. الهيئة الجونيبة ما هيئة بتاعت اعتقال، كلام ده في ليلة الانقلاب، وكانت هيئة بتاعت اشتباك، كانت هيئة بتاعت اشتباك. يعني انا اتذكرت الموقف بتاع الاشتباك بتاع موسى هلال في مستريحة، جونيبة نفس الهيئة دي، ناس براجمات، ناس بدوشكات، ناس باربجيهات بM16 وكلاشات وطبنجات، قريب 50-60 عسكري وقريب 10 تاتشرات عشان يعتقلوني انا. بعد ذاك انا مشيت غيادة الدعم السريع وقابلت نزلوني من العربية، عيوني مغطية وما كان ما كلبشوني برغم انه الكلباش كان موجود، والكلام ده في صبيحة الانقلاب والواطن لسه ما اصبحت، الاذان الصبح بأذن. من هناك من غيادة الدعم السريع قاموا ودوني الثلاجات، عشان الثلاجات من بشارع النيل، ووصلنا على بحر ابي كبر الحديد. اول ما وصلنا كبر الحديد انا نزلت قريب 500-600 تاتشر تابع للدعم السريع، وانا من تحت الفوطة او المنديل اللي كانوا مغطين بيه يعني انا قدرت اشوف العربات، عرفت انه البلد دي فيها حاجة حاصلة وغالبا انقلاب.
ويعني مقفله بسكه حديد، ودخلنا الثلاجات المغف بتاع عشان دي، وبعد ذاك انا قعدت فيه يعني خطوني مع الدواعش، يعني في جسم في الثلاجات في موقفتين الاعتقال والتحفظ في موقفتين دي، فيه الدواعش الدواعش خطوني مع الدواعش يومين، فعرفت انه في انقلاب حصل وتفاصيل، وهم كانوا يعني اعتبارهم قاعدين بسنين او شهور فتره طويله. وللحقيقه يعني ناس الجهاز يعني عملونا معامله كويسه، وما كان في حاجه يعني، جابوا ادونا يعني الاكل وكل شيء، يعني ما قصروا معانا في حاجه. رغم انه انا قعدت 12 يوم حبس منفرد، لما مشيت هناك لقيت الوزراء كلهم موجودين، الوزراء كلهم موجودين، لقيت علي جدو وزير التجاره، لقينا يعني حمزه بلول وزير الثقافه، ولقينا خالد سلك، خالد مهندس خالد محمد يوسف رئيس مجلس الوزراء موجود، ولقينا يوسف ارم الضي، ولقينا هاشم وزير الاتصالات، جعفر حسن، الناظم سراج، ماهر ابو الجوخ، اسماعيل التاج، فايز السليك، ناس الطيب عثمان يوسف، لقينا ناس ايهاب الطيب بله، ومجموعه من يعني الشباب، ناس شريف محمد عثمان وحمزه فاروق وطه عثمان، وعدد كبير من الشباب النير محمد عبد الباسط وفضل، ومجموعه كبيره لقيتهم دول الناس اللي قاعدين هناك في 13 نفر. طبعا كان في مجموعه بتاعت اعتقال ثاني ودوها صوبه، صوبه ما تيجي صوبه. قعدنا 35 يوم، والحاجه اللي انا اقولها وقد تكون غريبه على الناس، جانا عبد الرحيم دبلو في المعتقل السياسي في موقف شندي، وورى الناس انه حيفيكم، والايام دي كان اتفاق حمدوك شغال. فيوم 21 اكتوبر بعد الاتفاق قاموا فكوا المجموعه دي كلها، فكوهم. انا باعتباري كنت ضابط شرطه، حتى كانوا بيجوني ضباط الجهاز بيقول لي يا سيادتك، بيجوني بيقول لي يا سيادتك نقوى ملازمين وايل ورواب. يا اخوانا انا معتقل اعتقلني دعم سريع، وحس قاعد في الامن السياسي، وحس لي كم 30 يوم معاكم هنا، ليه لا انت لسه ما زلت ضابط بوليس، كيف انا ضابط بوليس اعتقلني هو الدعم السريع وتجيبني في النهايه للامن، الامن العام والمخابرات العامه، وانا زول ضابط بوليس وانا ما زلت في الخدمه، انت فيك تقول لي يا سيادتك، بيقول لي يا سيادتك. فكوا الناس ديل كلهم، واثناء ما نحن في المعتقل قبل ما يفكونا، البرهان فتح فينا بلاغ شخصيا، البرهان بنفسه فتح فينا بلاغ، البرهان القائد العام لغايه الشعب المسلح، انا شفت التفويض، مفوض مقدم في الاستخبارات اسمه عماد عوض الله بشير، عماد الدين عوض الله بشير، عماد عوض الله بشير اشتكانا نحن في الامن السياسي هناك، يتحرروا معانا في نيابه امن الدوله في الامن السياسي، فاتحين لنا الماده 58 من القانون الجنائي والماده 62، دي متعلقه باثاره الفتنه بين الطوائف والتحريض، لانه انا ضابط شرطه حركوني طوالي وعيوني معصبه يوم 28/11 بعد ما قعدت 35 يوم في جهاز الامن في المعتقل الشندي، جابوني رئاسة الشرطه الضابط العظيم وعيوني مقفله، وجاءت الشرطه الامنيه واستلموني انا ودوني رئاسة الشرطه الامنيه، قعدت في الشرطه الامنيه 16 يوم، ظروف اعتقال سيئه جدا. يؤسفني أن انه انا اقول انه الجهاز عاملني احسن معامله من ناس الشرطة، يعني غرفة ضيقة مظلمة، عسكري قاعد بندقية قدام سرير، ملاية متسخة، الغرفة ذاتها متسخة، ما بيسمحوا بزيارة، ما بيسمحوا بدواء، مقابلة الطبيب، مقابلة أي حاجة. وفي عسكري يجد عليه كريستالة كده من عساكر الشرطة الأمنية، قال لي ممكن تسير في الكريستالة دي، وأنا ضابط بوليس، قال لي ممكن تسير في الكريستالة دي، لحد ما تاني يوم دبعتي في الشرطة الأمنية كتر خيرهم جوني، وجابوا لي الأدوية، وبعد ذاك الوجبات اللي أنا دايرها كانوا يدوني، يعني ما قصروا معي لحد ما قعدت الفترة دي، وطلعت من دفعتي في الشرطة الأمنية كتر خيرهم. يوم 12/12/2021 جاني دفعتي ذات، وقال لي والله يا دفعة مبروك، الناس دي أحالوك للصالح العام، وأنا داخل الحراسة. يوم 14 حركوني لنيابة أمن الدولة عشان أقوم أعمل ضمان للبلاغ الفاتح فينا برهان المادة 58/62، واتحركنا. وبعد ما انتهيت من الضمانه، بعد ما انتهينا من الضمانه في نيابه امن الدوله، خطوني في نيابه امن الدوله في شارع الجامعه هناك تحت الكوبري زنزانه، حبسي منفرد قاعد فيه 9 ايام، قالوا لي عندك تسليم في بلاغ تابع للجنه ازاله التمكين، قعدت 9 ايام. بعد ذاك جابوني شمالي، وبعد من الشمالي مشينا سجن صوبه، ونفس المجموعه اللي كانوا معي وفكوهم، بعد شهرين جابوني راجعين ثاني، مشينا صوبه وجينا راجعين. الدار اشير له في سجن صوبه فيما معناه، وجانا الفريق ياسر عطا
الفريق ياسر عطا جانا في سجن صوبة، جانا في سجن صوبة، ومعنى كلامه إنه حتى إجراءات الانقلاب يعني هم متفقين على كلهم، والانقلاب ده فشل، يعني فشل أمني وفشل اقتصادي، وهم قادرين يشكلوا حكومة، ولحد حسن ما قادرين يشكلوا رئيس ميلوس وزراء. الكلام ده في رمضان وجانا وقال لنا الكلام ده بكل وضوح، ووعدنا إنه خلال أيام هنتلاقى برا إن شاء الله. بالنسبة لي أنا أسباب القبض بتاعتي يعني اللي هي وضحتها إن هي أسباب سياسية بحتة. أول حاجة بالنسبة لمبارك أردل، مبارك أردل عنده سبب في القبض بتاعي أنا، لأنه أنا اتحركنا مأمورية للشراء وعرفنا إنه إحنا بنستلمنا جمعية القرآن الكريم. مبارك أردل هو السبب الرئيسي، وفي مجموعة بتاع الأسباب هو السبب الرئيسي إنه أنا يعتقلوني. ليه؟ لأنه أنا يعني قلنا مشينا مأمورية للشراء، وفي شركة أصلا أو منجم بتاع ذهب تابع لجمعية القرآن الكريم، وما اتحصر في اللجنة، اتحصروا أبشر دلدوم، وكانوا قاصدين انه ما يحصروا المنجم ده في الشريك. الشريك ده في ولاية نهر النيل هناك قرابة من ابو حمد، فمنجم الشريك اسمه حقلساوي، حقلساوي ده فيه زي 20 طاحونة منتجة، يعني كانوا بيحروا فيه الحجر، الحجر اللي هو الحجار النقرة بتاعت الذهب. المنجم ده في شركة الساوي يعني بينتجوا فيه من 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 يناير 2020 من 2020 ولا حد 21، اكثر من سنه وحاجه الذهب ده شغال لمصلحه منه، يعني ما في قروض بتورد لبنك السودان ولا وزاره الماليه ولا بتورد لاي جهه ولا الشركه السودانيه للموارد المعدنيه ولا في تفويض من وزاره الماليه. وكانت الوزيره هبه جمعة مبارك اردل عين قريبه في الموقع هناك، يعني اربع كلهم قرايبه اللي هو حذيفه في مكتبه التنفيذي، عنده عمه طوالي اسمه قاسم حماد، واحد اسمه صابر احمد الياس ده المهندس المقيم في الموقع. احنا جبنا الاوراق وجينا جبنا كتبنا تقريرنا وصور للموقع، وقابلنا مهندسين وفنيين، وقدمنا الورق ده لوكيل النيابه، وطلع امر قبض. الكلام ده يوم 23 طلع امر قبض لمبارك اردل. الكميه المقدره في الذهب الاردل طلعوا خلال السنه الكامله دي اكثر من 86 كيلو، 86 كيلو بتاع الذهب اردل يعني ما وردها لوزاره الماليه او البنك السودان، وما معروف اتجاهه مشي. انا فتحت بلاغ بالكلام ده وطلعنا امر قبض لاردل. الكلام ده يوم 23 يوم 24 25 حصل الانقلاب يومين، البلاغ ده حصل معروف مصيره وين. ده واحده من اسباب القبض. برضه في سبب متعلق بمحجوب حسن سعد اللي هو من جندته، وانا برضه اتكلمت عنه في وصايف، وانه علاقته شنو وليه ما جاء الاعتصام. الاعتصام بتاعنا هناك في 2019 قدام القياده، وحتى جاء اعتصام الموز. ده برضه تساؤل من تساؤلاتي انا طبعا بحكم خبرتي هنا، يعني قمت كشفت اعتصام الموز، وده سبب من اسباب الاعتقال. قمت ودخلنا وفضحنا العملاء او الناس اللي كانوا يعني بيصهروا بوجهين او المندسين في الثوره، وكانوا من ضمن اعتصام الموز ومن ضمنهم عماد بتاع جمعيه اعلى النفق واخرين كتار جدا، محمد عادل وغيره 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 وغيره. وصورنا الاعتصام وصورنا الخيم والموز، واغلب الصور المنتشره اذا احنا صورناها من داخل الاعتصام، لان عرفنا دخلنا ومرقنا وهم عرفوا الكلام ده. السبب الثاني اللي بخلي الناس اللي استهدفوني، انا في اللجنه شاكي في اكثر من 106 بلاغ، يعني الجيزان مثلا تمسك من ابراهيم احمد عمر وانت نازل لاقل كوس، انا الشاكي في النازل في موضوع عويدات، انا الشاكي وفتح يعني فتح البلاغ، عندي تفويض من اللجنه فتح البلاغات في موضوع عويدات بابكر، يعني برضه الناس اللي بتفتكر انهم هم بيخدموه وكده بيراوي انا اتبرعت وابو يرفع مني الايقاف، ويعني هم بيفتكروا انهم كده بيسالوا لا وكده، رغم انه انا ما صورتها وانا ما عندي علاقه بالموضوع ده، وصوروها اهالي ذاتهم وهي وصلت للنتيجه دي وسحبت البلاغ، مش لانه انا كنت مدان، بالعكس المحكمه كانت تشطب البلاغ لعدم كفايه الادله. لكن لما هم قاموا قالوا لنا احنا هنتنازل موضوع عويدات زوجة الرئيس، يعني احنا قلنا لانه الظلم نتنازل وده حق خاص ما بكون عنده حق في استئناف، وده كان راي المحامي. فظهروا لنا ناس بغال والجماعه دي بيقولوا بنت اكرم الاكرمين وتحت على المقدم عبد الله سليمان وهو صوره، ومجموعه من الكيزان يعني بدوا يقولوا الكلام ده. انا عرفت انه البرهان في يوم من الايام قاعد في الكلام ده، قالوا لي زول وزير وزول قريب مني جدا وحصل انا متواصل معه، يعني قال لي وزير الداخليه في وجود الناس ديل في مناسبه واضحه كده، انا ما داري اذكر تفاصيلها، ان عندكم مقدم في الشرطه ده ما قادرين عليه ولا الحاصل شنو. السبب الثاني خلاهم انه قوم يعتقلوني انا ويتعسفوا معي، بالاضافه لانه انا انحس لي الثوره وكده، انا اعتقلت اغلب قيادات الشرطه اللي هم هاشم عثمان الحسين اللي هو مدير مكتب الرئيس الجمهوريه لاكثر 10 سنوات،
امين سر التنظيم والي الخرطوم ومدير عام الشرطه اكثر من 12 سنه. انا اعتقلته وقبضته ودخلت في الحراس وهم يفتكروا انه دي جنايه كبيره انه انا عامل عميل زي دي. بنفس الكيفيه قيادات الشرطه في وزير الداخليه الاسبق والي كسرى ابراهيم محمود نائب رئيس المؤتمر الوطني ووزير الداخليه الاسبق لفترتين والي كسرى مرتين. دخلت الحراسه وقيادات الشرطه في عثمان ديزل جنانيتر وفي الفريق محجوب ساتي وفي اللواء جمال عز الدين اللي هو متزوج سلمى بن عبد الرحيم محمد حسين. واخر حاجه انا قبضتها مدير شركه كوشايت. مدير شركه كوشايت دي واحده من الشركات استثمارات الشرطه وبيجنب الشرطه وما بيخضع للمراجعه العام وبيروح كمان في مرقه ونحن جبنا الكشوفات. قبضت مدير كوشايت ومن ديك الشرطه ده 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 بيبرر لك انه الشرطه كانت بتتعامل معي انا تعامل مقيد. انا بحاول كنت استفيد الاموال المجنبه للشرطه عشان الشرطه يستفيد منها الليله بدل البوليس قاعد مرتبه 15,000 و10,000 في البيت اولادهم عندهم حق المواصلات. انا كنت شغال عشانهم هم لكن هم كانوا بينحازوا لقيادات وهم عارفين انه القيادات الفاسدين وانا دخلتهم. يعني حتى في فساد كان في شركات الشرطه شركه الوكيل دي الشركه بتاعت ارقام الشرطه عندنا لها ملفات بتاعت فساد. عندنا ملف بتاع اواب فيها فساد في بلاغه التتبع بساطه التتبع الالي. يعني القيمه بتاعت الجي بي اس بتدفع 3-4 مرات ومن التامين وبيدفعوا شركه المرور وهلوم جره وفي فساد وفي عدد من قيادات الشرطه وبرضه يعني مو وصلت مرحله انه يطلع لهم يفتح لهم بلاغات. انا يوم من الايام جبنا البلاغ بتاع السيد الفريق بشير مدير الجمارك عنده اكثر من 13 بلاغ مفتوحه فيه يعني تلاعب اعطاءات وحتى تزوير في ملفه الشخصي والورق ده كله. لكن قالوا لنا الزول ده ما بيتقبض وما في زول بيقدر يعمل له حاجه لانه الزول ده ماسك المعابر وماسك المطارات وشغال مع ناس معينين وانت بتحيط حمايه الناس دي. فقلت له انت زول فاتح له 13 بلاغ وعنده تزوير في ملفه حتى بتاع الميلاد مدور عشان يبغى تصور فضله وانا بتقوم وتقوم. من الحاجات الاسباب اللي خلتهم يوقفوني انا في يعني انا كنا بنفتش في لجنه بتاع التفتيش في اداره من اداره الشرطه اسمها النقل والصيانة تفتيش بتاع 2018 كان في مولانا أحمد هارون ده كان وزير دولة بالداخلية في عربة الشرطة لحد الليلة قاعدة في بيت مولانا أحمد هارون اعتبار انه الناس دي ما عايزين يمشي يجيبوها موجودة في التقرير بتاع التفتيش. هنا كانت قيادة الفريق يا السيد الفريق طارق عطا علي وحسب التقرير ده موجود العربات دي موجودة ما زالت موجودة في بيت مولانا احمد هارون حتى الان. انا لحد اصلا ما اخليت طرفي من الشرطه لما ايه طغلوني. انا بعد 3 يوم جه فتشوا البيت المره الثانيه جات اكثر من 7-8 عربات قوات بزي مدني استخبارات ودعم سريع وفتشوا البيت وحتى ناس البيت يعني تلبوا عند الجيران وما لقوا حاجه. انا شالوا سلاحي الشخصي وشالوا العربيه وشالوا مستندات وشالوا جواز وتلفون ريبيكا وما لقوا حاجه وشالوا العربيه اصلا كانت عهده من لجنه التمكين والسلاح عهد اصلا بتاع الشرطه ولا حصه رفضوا يرجعوا لي السلاح. وبعد ذاك لاحقا جهاز الامن اتصل علينا عشان استلمنا منه البطاقه والجوازات وبقيت حياتي لكن لحد هسه ما رجعوا لي السلاح وما رجعوا لي العربيه. سلاح عهد بتاع الشرطه وروعوا ناس الحله يعني قفلوا الدكاكين وكردنوا الحله والصوره كده غريبه جدا جدا وغريبه. انا في حقائق كده لازم اقولها في حاجات في جوا المعتقلات هناك الكلام ده مهم. يعني مثلا علي دخرو الملازمون في الدعم السريع اخوه موجود مع داعش اسمه ابو عبد الرحمن موجود في الثلاجات اسمه ابو عبد الرحمن موجود. يعني عبد الرحمن علي دخرو ملازمون في الدعم السريع او النقيب اخوه موجود ابو عبد الرحمن عرفني بنفسه خليه يشوف اخوه يعني موجود في الدعم السريع وقابلنا ناس الجهاز جيل ذاتهم. انا المتهمين في القتله متهمين في مقتل الشهيد بابكر برضه قاعدين في المعتقل لقيتهم متهمين. واحد شغال في تاركو واحد استاذ في مدرسه اغرى واحد اسمه عصمت كان برضه شغال في الدعم السريع ومجموعه هم زي 4 يعني ديل برضه محاور انقلابيه اللي كانوا في الطائف يعني ديل برضه كانوا موجودين في المعتقلات. الشيء اللي حصل في بعض المعتقلات لما كانوا يجيبوا سوار مثلا في الشمالي يعملوا لهم من الرغم انه فاتحين لهم ماده 77 و69 دي بالاخلال والامن والسمانيه والسلامه العامه و77 دي الازعاج العام بيقوموا يفحصوا لهم البول عشان يتاكدوا منه شباب. يعني الناس دي فهموا انه الشباب دي شباب مخروشين ومخدرين عشان كده. راديو دبنجا راديو دبنجا راديو دبنجا. بهذا نصل بكم اعزائي لختام جوله السودان اليوم قدمناها لحضراتكم من راديو دبنجا.
للاتصال بنا يمكنكم إرسال رسالة أو تسجيل صوتي على رقم الواتساب الخاص براديو دبنجا 00-31-20-8-3-4-7-0. وحتى لقاء جديد لكم، تحياتي وتحيات الفريق العامل بدبنجا، وإلى اللقاء.